هذا الموضوع يتعلق بطبيعه المفاوضات بين الولايات المتحده الامريكيه وبين ايران فيما يخص الملف النووي تحديدا صحيح هناك وساطات ممكن تكون قبل الاتحاد الاوروبي لكن انا اعتقد انه بما ان الديمقراطيين عادوا للسلطة من جديد ممكن أن يجدد الاتفاق النووي مع إيران إذا ما تم تجديد الاتفاق النووي بالتأكيد ستشهد خفض لمستوى العقوبات المفروضة على إيران يعني بأشكال متعددة يعني ربما يخفف العقوبات عن الصادرات الحديد ربما تخفض عن صادرات النفطية ربما عن حركة الأفراد والأشخاص حركة الأموال تلتزم ايران بالشروط المبرومه اليوم وتوقع على هذه الشروط، بعدها لربما سترى الاداره الامريكيه لربما بايدن يرى ان هنالك تخفيف لجزء بسيط جدا هو من العقوبات الاقتصاديه المملوءه على ايران، ولكن اعتقد ايران متلزمه او مستلزمه حقيقه في قضيه البرنامج النووي واعتقد لا تختلف. عن التوجه البرنامج النووي لان هنالك وقت لديها في عام 2025 هنالك اعلان لربما لاكتمال البرنامج النووي فاعتقد ستتحمل اليوم الغطاء الاقتصادي وستتفق مع بايدن فقط بالعقوبات الاقتصاديه لا اكثر